حبيبتي انا كثير منيح، مو صاير لي شيء لا تخافي. انا كنت بدي اجي لعندك بس ما قدرت اطلع، كنت عرفاني انه رجعتي صعبه بس ما توقعت تكون صعبه الى هالدرجه. يا ريت لو فيي يشوفك امير. قلي انت بشو عم تفكر هلا محمد؟ انت طلعي من راسي هلا سهر، يلا نامي. صاير كتير عم تعصب علي. طيب يعني هذا اول يوم قلنا سوا بغرفة نومنا الجديدة بس انت شايفة انه لا ليلي ليل ولا حتى نهاري نهار، بالي مشغول. على اساس اذا تصرفت هيك رح يرتاح بالك؟ حتى صورتنا ما عم بقدر اطلع فيها ابنه، كمان ما عم بقدر خبي رسائلك، بس أنا لما بشوفك بنسى كل همومي. صباح الخير يا قلبي. أنت تع تع اقعد، أنا طلعت خدمت البناية. روحي فيقي يا عمتي. ابني اسمعني شوي، أبوك مو موجود، لا تعمل هيك الله يخليك، حرام عليك يا ابني. البنت هي مزن بعمتي. شو هالحكي؟ لسه ما استصبحنا، شو هالحكي محمد؟ انت حتى ما ضل عندك شيء اسمه عادات وتقاليد ابني. انا بذات نفسي اللي تكفلت لهي البنت، عم تسمع؟ الواضح انك مانك واثق فيه نهائيا يا عمري. كيف كفلتي هالشي عمتي؟ انت كيف وثقتي؟ لانها حلفت لك؟ فوتيها على البيت وخليتيها تبوس ايد بابا. الشغله ما بتصير هيك بالحلفان، بدك هلا تاخديها على المشفى وترحصيها. أكيد ما عم تحكي عن جد، يعني معقولة أنا أخذها للبنت على المستشفى؟ شو عم تحكم للصبح مشفى وما مشفى؟ بدك تاخديها وتفحصيها عمتي. أنا موجودة هنا عم بسمع كل شي عم تقوله. إيه لكن روحي جهزي حالك، نحن رايحين على المشفى. قديش حابب لسه أنك تحتقرني؟ لإمتى مفكر تستمر بهالشي؟ أنت بدك تروحي على المشفى وبدك تطالع التقرير. أنت ما فيك تخصبني على هالشي. عم تسمعي عمتي؟ قال ما بدها. انت ما بدك تروحي لانك حلفتي كذب. انا مالي مجبوره اني اثبت لك اي شيء، وحتى ما بيهمني الشيء اللي عم تفكر فيه، ما رح خليك تستحقرني اكثر من هيك بس كرمال يرتاح بالك. وليه انت عم تحكي عن الاستحقار؟ ابي سكر المكتب من وراكي وليه؟ ومو قادر يطلع بالعالم، وما عاد مر قدام القهوه. بنتي باعتبارك انت واثقه كل هالقد من حالك، تعي اخذك على المستشفى، يلا خلينا نروح نجيب هالتقرير. لا تحلموا عمتي، ما رح يصير هالشيء، أنا ما رح خليكم تبهدلوني. أنا هلأ رايحة على جامعتي وبرجع، إذا حبيتوا بتفتحوا لي الباب وإذا ما بدكم لا تفتحوا. واسطة كتير من بابا لأنه بابا مريض، مشان هيك بتعرف إنه ما رح نمنع. أنا ما رح أركب بالباص، شو رأيك نطلع مشوار قبل الدوام؟ تعال نطلع لشي مكان. ماشي. لك شو هالعيشة يا؟ طلع كل شي براسي وبعدين ما شفت خيرة لغرفة نومي من شرها. اسمعي ولي، انت خرسي ولا تفتحي تمك ابدا. لك ما شفتي بعيونك كيف اثنيناتهم كانوا رح يقتلوا بعضهم؟ وانت هلا كل همك هو مشكله غرفه النوم تبعي. ايه انا شو دخلني؟ اذا فريحه واثقه من حالها كل هالقد، خليها تجيب هالتقرير وترميه بخلقه محمد، وقتها شوفي اذا بيقدر يحكي شيء. طيب انت طولي بالك شوي، شو مفكره انه سهله تطليعه التقرير؟ شو عم نشتري نص كيلو جبنه من البقال؟ بعدين البنت معها حق، حتى انا بستحي طلع هيك تقرير، يعني بتنجرح كرامتها للوحده، وهي الشغله ابدا ما بتنبلع. دخيلك، خليني اقول لك شغله عمتي خديجه، الانسان الواثق من حاله بيكفل كرامته باي ثمن. ايه سهر خانم، اذا عم تحكي هالحكي هذا مع جوزك وعم تعبي براسه، ها معناته شغلنا كله معك انت. لا تحطوا الحق علي بهالقصه عمتي خديجه، انا ما عم خبر اي شيء لمحمد، اصلا ما كنت بعرف انه رح يفكر بقصه فحص العذريه هاد.
بس يكون بعلمك الكاسة صارت مليانة لحد هون، وما بقى تفرق معي إذا نضاف شي وطلع لبرا. إذا طافت الكاسة بتشوفي. من يوم ما اشتريت الغرفة وطولان لسانها. والله ما بعرف، يعني لازم حط الكوميدينا بالطرف الثاني؟ عن جد محتارة. يا عروس يا عروس، تركي هلأ قصة الفرش وروح اتصلي بجوزك بقى. آخ منك يا عمتي خديجة، مشان الله شو رح قله؟ إذا اتصلت فيه رح يبهدلني. مدام أبوه مانو موجود خليه هو يخفف عن حاله شوي. يا ويلي بنتي، أنا شايفة إنه ما بهمك حتى لو جوزك راح الخمارة. إيه شوفي يا روحي، خليه يشرب له كاسين عني وعنه. لك أنا متلبكة ومتضايقة وقاعدة عم اشتغل هون، وبالبناية اللي مقابلنا كيف رح لحق أنا؟ إيه أنا بلم الزبالة. بدك تلمي الزبالة؟ شو صار لحتى تغيرتي يا بنت؟ دخيلك شوفي يا عمتي، يعني شو رح ينزل من قيمتي؟ خليني إني ساعدك اليوم وأطلع بدالك. يلا الله يسهل علي، عن إذنكم. الله معك. ليكي فريحة، انتي ما زعلتي مني مشان قصة الصبح ما هي؟ لا ليش لأزعل عمتي؟ بس كل واحد بيعرف حقيقته بالنهاية. بس انتي بتعرفي اني واثقة منك بنتي، ولو كان في عندي شك ولو هالقد ما كنت رجعتك على البيت ما هيك؟ ايه ما كنتي رجعتيني. انا بعرف شو معنى الشرف بالنسبة لإلك. يا بنتي شو هالحكي؟ يعني وين رح يكون؟ اوه في شغلات كتير مهمة لازم خبرك ياها، بس ما بصير هيك نوقف على الباب، يعني لا سمح الله إذا أجا محمد وشافني والله بيدبحني. شوفي شو صاير. والله اليوم الصبح محمد إلا شوي كان رح ياخدها لفريحة ويفحصها، اليوم ما زبطت معه. بس بدي خبرك إنه إذا بتكونوا عاملين شي والله حتى الزواج ما رح يخلصكم. فحص شو اللي عم تحكي عنه؟ يا عيني رح يكون فحص، شو يعني فهمها؟ شو شوربة عدس؟ الزلمة بده يطمن على أخته. لك فهموني انتو شو طينتكم؟ وين فريحة؟ استنى 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 هدي شوي. والله عمتي خديجة مع حق، يعني اهدى شوي. شو بدك تعمل؟ شو ناوي يعني؟ شو بدك تروح تضرب محمد مرة تانية؟ هو بيرجع بفش خلقه بفريحة، ولا كمان ناوي تخطفها مشان هالمرة؟ أكيد عم يروح بالجلطة. وإمتى صار هالشي؟ اليوم الصبح. وهو عمل لها شي؟ لا ما عمل شي، انت اهدى. فريحة بعدها شقفة وحدة، بس بدي خبرك انه عمي رضا رح سافر على الضيعة شغلة يومين، وبغيابه كتير صعب علينا انه نضبط محمد. بدك تزبطيها؟ ايه لا سهلة. ها اذا بتزبطي محمد كل يوم انا رح اعطيكي قد هدول المصاري. كل هدول؟ ايه كل يوم كل هدول. من ناحية محمد من هلأ حط رجليك وايديك بمي باردة. جيت مشان لم الزبالة، بتعرفي انه هاي الشغلة مو شغلتي بس استثنائيا اليوم صدفت معي هيك. لا بقلك هالشغل. ايه بتشكرك حبيبتي. كنت بدي اسألك، اكيد بتعرفي جانسو ليش جنيت؟ يعني ضيعت عقلها لقلعت الخانومة من البيت؟ اقري شفايفي منيح. انتي شو انتي وشفايفك؟ انتي اتصلتي بجوزك شي؟ انا اتصلت فيه كذا مرة وما رد علي. ايه عمتي هلأ بحكي. ما رد عليكي ما هيك؟ ايه عمتي شو بدك يعمل؟ عم يشتغل. انتي كمان بتطالعي روحه للواحد.
مو معقولة انتي لهالدرجة مسألانة، ولا مرة شفتك قلقانة مشان تأخير جوزك. الحمد والشكر إلك يا رب. يلا يلا بسرعة روحي افتح الباب لجوزك. يلا بخيلك. الحمد لله على سلامته. فريحة شو صاير معك؟ فريحة لازم نحكي هلأ. حاكيني. عمتي لتكوني مخربطة ليك ولسه ما اجا. لك والله شفته بعيني انه اجا. ايوه اكيد محمد طلع لفوق. لوين؟ فريحة تعي لهون يا بنتي. استني انت بتعرف ليش انا ما عم بقتلك؟ مشان بابا ومشان امي اللي بتضيع ومشان اخي الصغير. ما بدي اخسر. زي لتحت صح انه شغلتك خلصت مع فريق محمد، بس لسه ما خلص شغلي معك. عم تفهم محمد؟ محمد اتركه. عم تفهم محمد اتركه بقى شبه اللي عم تفهم محمد خلاص. محمد الله يسامحك يا ابني، والله هديت لي حالي من الرعبة. كل واحد عايش لحاله. مرة تانية صاير بطل. بعترف انه بسبب مشاكل الهيلز والفندق وبسبب انشغالي بالبنات التافهين انا اهملتك، اهملتك كتير. ما تفاجأت انك ما بتتذكرني وانت مشغول بمشاكل سينم خانو. اوه جانسو مزبطة وضع معك منيح والله. ماني مزبط الوضع مع حدا. ما انا مشكلة، بس مبين انه بهالفترة وضعك مخربط مع اللي تحت. صح الشي اللي سمعته؟ انك طلعت هالبنت من راسك نهائيا؟ اذا جاي لهون مشان تحكي. لا لا أنا وسينم عم نفكر إنه ما بيهمني بشو عم تفكروا سوا. حتى إذا حابب تعرف ما عندي مشكلة إنه تتزوجوا. أنا فهمت عليك، رح قلها لسينم. إيه قلها. بفترة انشغالك بقصصك كنت عم فكر بوضع الفندق بخصوص الشراكة. لا تفكر، لأنه أنا من هلأ ورايح ما رح أشتغل بأي مشروع بخصك. هيك بقى، ابني اللي على وشك إنه يتخرج من الجامعة ما بده يدير باله على شغله، ما هيك؟ طلعتني من الشركة بدون ما تسألني أبداً، وهلأ جاي لهون بدك ترجعني من دون ما تسألني كمان؟ ايه ما حذرت. انا ما عاد بدي اشتغل بابا. اذا اليوم عم ترفض طلب ابوك فهالشي فضل الامكانيات اللي وفر لك اياها ابوك يا محترم. لا تنسى هذا الشي. البيت اللي اشتريته وكل شي حضرتك عم تستخدمه وتعتمد عليه حتى تعاندني موجودين لانه انا عطيتك اياهن، وهدول ما رح يدوموا طول العمر. وبكرة بتشوف ابني. لك هدول الناس رفعوا علينا دعوة بالوقت اللي لازم نحن ندير بالنا على مستقبلنا. شوف انت شو عم تعمل. يعني إلا وبدك تورطنا بالمشاكل. ما عم اقدر اضبط حالي سهر، لا تضغط علي. اذا انت ضليت ما عم تقدر تضبط حالك رح تحطنا كلياتنا مشاكل كبيرة. اليوم رحت على جامعة فريحة. برافو عليك، رحت وفشيت خلقك هنيك ما هيك؟ ما لقى طول هالحقير هنيك. رحت لعند الاستاذ لافانت واعتذرت منه عن مبارح. ما قدر يكون قد الأستاذ لافوند فراح لعنده واعتذر منه. شفت هاي البنت اللي اجت على عرس صهري كوراي. كوراي صهرك؟ أكيد مو صهري، عم بحكي عن البنت. وهو كان مع هاي البنت؟
عم اسأل يعني شو اسمه، يعني شايفتك شارد وعم تفكر، يعني فكرتك انه حطيت هالبنت براسك كمان. اجت وانا عم بحكي مع الاستاذ لافند، حكت كلام غريب وكأنه عم تلمح لي شيء بيتعلق بفريحة. شو رأيك لكان؟ قديشك بتضحك محمد، انت كنت عم تحكي مع الاستاذ وهي بتزت لها كلمتين وانت بدك تجي تفكر مثل الاهبل، يعني بمين بده يكون متعلق؟ سهر انت بتعرفي شيء؟ لك شو رح اعرف محمد، بعدين اولا واخيرا انت اللي خوش بوش وبتعرف الاستاذ، بس انا فيني قلك انه بحسب الحاسه السادسه للنسوان، يعني الاستاذ لافند رجال عزابي وهو كتير مهتم بفريحه، يعني شو بيعرفني، بس انا قلت اللي حاسه فيه. لا لا مو معقول الحكي. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يمكنك ترك رسالة صوتية. خوفتيني. انتي شو عم تعملي هو؟ عم دور على الشاحن. شو؟ يا بنت شاحنك شو له شغل هون؟ شاحنك بيكون بغرفتك، روحي دوري هونيك. دخيلك يا ربي، يعني شاحنك شو له شغل هون؟ اخ صارت مكشوفة، خلصنا بقى. رح ضل هيك لحتى تجيب التقرير الطبي. يا محمد بس اللي عم تعمله انت غلط. اسمع انت اهدى شوي بالاول ماشي، يعني هلأ بترجع وبتعملنا شي مشكلة كبيرة كتير، حرام مشان عمتك. يا الله دخيلك سهر، انت خايفة من فريحة شي؟ هلأ بعد كل اللي عملته كلمتها رح تمشي بالبيت؟ بس مو بهذا الشكل محمد، انك تعلق مع هداك الشكل وكمان تضايق البنت اكتر، كل شي عم تعمله مع فريحة يعني بالاخير رح يضر صحة ابوك. سهر انا ما عاد اتحمل، عم تفهميني؟ كيف بدك اثق بفريحة بعد كل شي صار؟ اساسا الحقير ساكن فوق راسنا ومع فريحة بنفس الجامعة، ما عم تنبلع معي، ما عم بتحمل. حلو معناتها روح اقتله وقتل فريحة وخلينا نرتاح. شو بده يصير بعدها؟ اكيد ابوك وامك وعمر رح يعملوا دبكة ويرقصوا مع هيك. لك يا محمد من كتر معيونك مغبشة بالدم ما عادت شفتني مثل الأول، يعني أنا ماني متذكرة آخر مرة قعدنا فيها مع بعض، ولك هي جبنا غرفة نوم جديدة. يلا اترك هالبنت واهتم شوي بمرتك. كل هم أبدا محمد رجع وصار مثل الولد الصغير، يعني كل شيء تحت السيطرة، حتى هو اليوم فات على غرفة فريحة وحاول يعمل مشكلة بس أنا فورا حليت الموضوع. صار شيء تاني؟ أنت التاني خليك رايق شوي، يعني أنا معكم، أنا عم اشتغل مشان مصلحتك أنت وفريحة حبيبتي، فهمت علي أمير؟ يلا منلتقي بعدين. عمتي نايمة وانا لحتى ما حدا يفوت لعندي على الغرفة ساند الباب بظهري وعم اتفرج على صغرنا. وينك لهلا محمد؟ انا كنت رح اتصل فيك على الموبايل. شو صاير محمد؟ شو صاير؟ الأستاذ لافند
طلع بحبها لفريحة. يا فريحة خلي الضوء شاعل. هي أول مرة بنام فيها عندكم، غريبة كتير مو هيك؟ قضينا كل هي السنين سوا مع بعض، بس هي أول مرة بشوف فيها غرفتك. هي المراية تبع أمي. طبعاً نحن عطيناكم ياها مو هيك؟ لما آخر مرة غيرنا فيها عفش البيت وكنا نتمكنج قدام هي المراية. صح، لما أمي كانت تروح النادي كنا نروح ونجرب كل المكياج اللي عندها. بس مرة أمي مسكتنا وحبستنا بالحمام. بس أنا ماني متذكرة أنه عطيتك هي اللعبة بنوب. إيه صح، أنت ما عطيتيني إياها، كبيتي، قصدي هي وقعت منك. عطيني إياها. شكراً كتير فريحة. تصبحي على خير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.